كتجيبهم غير المعرفه، ما كتجيبش الناس اللي باينين، ما كتجيبش الناس يعني الفنانه اللي باينين بزاف. الله يا ودي منيتك. انا كنجيبها المعرفه بحال من شكون المعرفه اللي جبت. وانا اللي سمعي لك. لا دابا انت تقول لي خلينا من ديك الهضره ديال تيقولوا الناس. انا عايش وسط الناس، ما عمرهم قالوا لي هاد الهضره هادي، قلتها لي غير انت. ما عمر قال لي شي واحد. ما عندكش انتقادات في دابا بلاتي البرامج ديالك؟ شحال وحنا في البرنامج؟ شحال من الموسم دابا؟ شحال؟ انت ما عارفش واخا شي ثلاثة المواسم عندك؟ أربعة المواسم. شحال كندوزو من النجم في الحلقة؟ كندوزو ستة نجوم. ستة نجوم. شحال عندي ديال المعارف؟ زعما إلا كنت كنجيب المعارف ديالي ما غيتقاداوش، زعما إلا مشينا في الطرح ديالك فهمتيني؟ ما يمكنش. لا شوف البرنامج مفتوح لأي حد، وبالعكس أنا نوريك شي ناس ما تيعرفهم حتى شي حد، وعطيناهم الفرصة وبانوا في البرنامج. وبالعكس أنا تنبغي نشجع كل شيء، وباب البرنامج مفتوح اللي قبل أنه يجي عندي هشام مسرار مرحبا، راه ما جيش عندي، راه جاي عند المغاربة. مؤخرا كان واحد الشجار ما بينك وما بين هذه الميلودي، فين وصل؟ هو ما كانش بيني وبينه، هو كان معاه عندي، اتهمني بزاف ديال الحوايج، المسألة في المحكمة، وراه التاريخ ديال الجلسة غادي تحدد مؤخرا، والقضاء غياخذ المجرى ديالو، خصو يجيب داك، هو قال شي حوايج، خصو يجيب الحجاج والدلائل اللي عنده، وراه القاضي بيناتنا. بحال اش هاد الحوايج؟ قال لك أنا تناخذ الرشوة، هادو قال لك أنا كناخذ الرشوة باش ندوز الناس في البرنامج، قال لك أسيدي اتهمني بالفساد، كنمشي مثلا عند موس ماهر، هو تيدير لنا السهرات المجينة وتنقصروا عنده، هذا خلق لي مشكل حتى مع حياتي الزوجية وهذا. قال لك اسيدي بانه انا ماشي مؤهل باش نكون في هذاك المحل. فوالا بزاف ديال الحوايج هادو ابرزها، دونك المحكمه غتاخذ المجرى ديالها. وراه هادو هما الانتقادات؟ لا هادو ماشي انتقادات، هادو اتهامات. انتقادات هو باش تيقول لك شي حد هاد القضيه خصك تقادها، هاد القضيه ماشي هي هذيك، هاد القضيه مزيانه، هادو هما انتقادات. مي هادو ما عندهم حتى شي سميه، هادو شي حوايج زعما الله يهدي ما خلق وصافي. شنو كيقول هشام مسرار للجمهور ديالو، الناس المتتبعين؟ الناس المتبعين ديال هشام مسرار كنقول لهم كنحماق عليكم، وشكرا لكم بزاف بزاف بكم باش انا مستمر، والدعم ديالكم تيوصلني في مواقع التواصل الاجتماعي، تيوصلني في نسب المشاهده اللي كنحققوا، كيوصلني وانا كنتسارى وسط منكم، وانا عايش وسط منكم، دونك شكرا لكم، والله يدومها محبه ما بيناتنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.